مشاهدينا هنروح نتابع مع حضراتكم لقائين غايه في الاهميه عملتهم زميلتنا ليندا عبد اللطيف مع اثنين من الشباب اللي قدموا تجربه مهمه جدا في مكافحه الفساد، اعضاء الفريق الفائز في هاكاثون مكافحه الفساد باستخدام التكنولوجيا من نيجيريا، وهما سراج محمد وبيرنس اشوكا. مشاهدينا مرة تانية، واحنا دلوقتي متواجدين في مدينة شرم الشيخ، والحقيقة بنتابع ورش العمل اللي بتعقد قبل انطلاق منتدى شباب العالم. ورشة من الورش العمل اللي عقدت النهاردة هي كانت عن التعليم بعد الجائحة، مسارات التعافي. والحقيقة احنا معنا بينضم إلينا دلوقتي اثنين من الفائزين بهاكاثون مكافحة الفساد باستخدام التكنولوجيا. Welcome Prince. Thank you. Welcome Siraj. Thank you very much. We're very delighted to have you with us here today. مرحبا برنس. مرحبا سراج. مرحبا بك. سعداء بوجودكم معنا اليوم ومشاركتكم في ورشة العمل بعنوان التعليم ما بعد الجائحة. فهل خبرتونا بأهم ما جاء في هذه الورشة؟ حسنا، قضينا وقتا رائعا في هذه الورشة والتي بدأت بعرض من المتحدثين وتعلمنا منهم الكثير، ثم كانت هناك مجموعات عمل مصغرة للحديث مع الشباب لاستكشاف أفكار جديدة وحلول لبعض القضايا، وكانت رائعة سواء المتحدثين أو ميسر اللقاء. وبالنسبة لي فإنه وقت للتعلم، وقد تعلمت بالفعل الكثير في ورشة اليوم. ما هي الموضوعات الرئيسية أو النقاط التي تناولتها في مناقشتك حول مكافحة الفساد في التعليم؟ مكافحة الفساد في التعليم من وجهة نظري، بناء على فهمي ووفقا للمعايير المطبقة في منطقتنا أو في بلادنا، فإن الفساد في التعليم يتضمن عملية القبول داخل المدارس والجامعات، فالناس من المفترض أنهم مسجلين في المدارس ولكن لا يرغبون في الحضور. فيمكننا حل هذه المسألة أو المشكلة من خلال أتمتة عملية القبول بأكملها، أو استخدام الذكاء الاصطناعي على الأقل لتحديد من يمكن قبولهم أو لا، وحتى في وضع بعض المعايير لمن يتم قبوله أو من لا يقبل من الأساس. ومن هنا يتم أتمتة الإجراءات بأكملها حتى لا نسمح لهؤلاء الأشخاص بإفساد عملية التعليم وقطاع التعليم بأكمله. دعونا نستخدم الذكاء الاصطناعي والأنظمة الحاسوبية، لأن الحاسوب لا يمكن إفساده، حتى أنه لا يعرف الطلاب أو أي شخص يتم قبوله، وهذا كل ما أراه من وجهة نظري. برنس، كيف ترى التعليم بعد جائحة كورونا؟ سأجيب بتعقيب من نيجيريا بأن مستوى التحول التكنولوجي كان بطيئا جدا، ولكن أرى أن الجائحة فتحت أعيننا على التكنولوجيا باعتبارها العنصر الجوهري للعديد من الأمم، ولذا أعتقد أن التعليم لابد أن يستخدم التكنولوجيا ليكون التعليم الافتراضي متاحا ويكون أكثر شمولية. لأن بإمكان الناس التعلم من منازلهم أو من داخل المدارس أو حتى من مكاتبهم وأينما كانوا، فيمكنهم الوصول إلى التعلم ومنصات التعليم، وبهذا تستمر عملية التعليم. فاز كلاكما في منتدى Call for Integrity. أخبرنا عن دعوة هذه الدعوة للتكامل والاندماج. نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الفساد منتدى على مدار 4 أسابيع في شهر أكتوبر الماضي. وشارك فيه 1700 فريق من 5 دول أفريقية، ونحن كنا في الفريق النيجيري. هذا المنتدى كان فرصة لنا نحن الشباب للمساهمة في محاربة الفساد بطريقتنا نحن، لأنه بالطبع لدينا مهاراتنا الخاصة لمحاربة الفساد، وكان هذا المنتدى فرصة للاندماج وتبادل الحلول كما قال سراج. وتقدم هذه الحلول للإدارات العامة، ونحن بالفعل ندشن حاليا حلولا محل الاختبار في المكاتب العامة. رائع سراج، ما هي التوصيات الرئيسية التي خرجت بها من هذه الورشة؟
توصياتي بخصوص الفساد وعن التعليم. بالطبع كل ما يمكنني قوله أنني تعلمت أمورا كثيرة من الجلسة، ولا بد من إشراك كل شباب العالم لأنهم قادة الغد. لا بد من أن يكون لهم وجود وأن يكونوا موجودين في مكافحة الفساد. ويكون لنا دور إيجابي في خلق عالم خال من الفساد ومن كل الجرائم. فأنا متحمس جدا بحضور هذا المنتدى. سعداء جدا بحضوركم، وشكرا لكم على وجودكم معنا.